مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. والحقيقة معانا دلوقتي فقرة مهمة جدا. طبعا الزواج هو نواة المجتمعات، لذلك عندما يكون الزواج بشكل صحيح ده بيؤدي إلى تنمية في المجتمع، وبيؤدي إن الأسرة بتكون سليمة، وبيؤدي كمان بعد كده إن المجتمع كله بيكون سليم، وكل العالم بيطمح للزواج السليم علشان ده بيأثر على المجتمع. المهم بقى للمقبلين على الزواج سواء قبل فترة الخطوبة أو للمخطوبين إن هو إزاي يعرف يختار صح. والمهم كمان بغض النظر إن على إن المجتمع دلوقتي بقى بيجبر الفتاة في سن معين بغض النظر هي جاهزة للزواج أو لأ إن هي تتجوز علشان مثلا هي عدت سن معين، وده طبعا بيكون في بعض الحالات مش مظبوط وبيؤدي للطلاق بعد كده. وفي حالات يعني مش ده بس سبب الوحيد للطلاق، في اسباب كتير جدا للطلاق. ده اللي بيخلي بعض الشباب دلوقتي بيقبلوا ان هم يروحوا لمتخصصين ومستشارين للزواج، يعرفوا ازاي يتعاملوا مع بعض ويعرفوا ازاي انه ممكن يعيشوا حياه سليمه. النهارده يكون معانا احمد وجيه مؤسس اتجوز صح. ازيك يا احمد ومنورنا، نهارك سعيد. ميرسي، صباح الخير يا زلمه. احمد، ليه فكرت في فكره اتجوز صح؟ الجواز عندنا في مصر يعني نسب الطلاق بقت عاليه جدا، جواز بقى شبه وراثه، والشباب بس بيتجوز مش عارف هو بيتجوز ليه، مش محدد الدوافع بتاعه الجواز، واحيانا الشخص الطرف الثاني بتاعه مش بيبقى نفس الدوافع، فدي بتعمل مشاكل كبيره جدا بعد الطلاق. انا مقبل على الجواز الفتره الجايه، فحاول ان انا عايز اغير حاجه في المجتمع، واحاول عندنا مدرسه اسمها اتجوز صح بنأهل فيها الشباب للجواز، بنديهم كورسات من اول كيفيه اختيار شريك الحياه لحد تربيه الاطفال. طيب في رأيك بقى ايه هي أهمية ان الشاب او الشباب المقبلين على الزواج ان هو يروحوا سواء عندك في المدرسة او عند اي مستشاري للزواج قبل فترة الخطوبة او في اثناء فترة الخطوبة؟ ايه هي اهميته؟ هو الجواز هي مرحلة يعني جديدة خالص على الانسان، ما فيش حد بيتولد بيعرف يسوق عربية مثلا، كورس يعرف فيه ازاي يختار على انهي اساس، ازاي هيعمل ايه في مرحلة الخطوبة، هيتصرف ازاي مع اهل خطيبته مع خطيبته فترة الجواز، بيعمل ايه، التعاملات بتكون ازاي فترة الجواز، سنة اولى جواز والمشاكل اللي بتقابلنا وازاي نحاول نحلها، تربية الاطفال، يعني بنديله كده يعني فكرة شاملة عن الحياة عموما فترة الجواز، بحيث ان هو يعرف يتغلب على المشاكل اللي ممكن تقابله. طيب قولي انتوا ازاي بتقوموا بالعمل داخل اتجوز صح؟ يعني يعني الدروس اللي بتدوها للشباب يعني بتبقى فين وازاي وايه كل الحاجات؟ انا عارفه ان انتوا ما عندكوش مكان بالظبط مجهز لسه، وهل عملكم داخل القاهره ولا بتروحوا محافظات تانية؟ الفكره جت لنا في الاول ما كانتش هي كانت بس جس مجرد فكره، ما كانش عندنا مكان، ما كانش عندنا مدربين، ما كانش عندنا مستفيدين، فانا بدات اطرح الفكره على مواقع التواصل الاجتماعي، فالناس حبت فعلا، انا عايز مدرسه اروح اتقابل فيها للجواز، فحاولت ان انا ما كانش في مكان طبعا وما فيش تمويل، فكان صعب ان احنا نحاول نوجد مكان، فبدانا ان احنا نعتمد على الاماكن التطوعيه زي رساله صناع، يعني الاماكن اللي هي بتقدر توفر لنا مكان بدون مقابل، وبنعمل ايفنت بندعي الناس اللي موجوده في قلب المكان دوت ان هي تيجي تحضر الكورس بتاعنا، وعن طريق مدربين متطوعين، فالمكان كله بيبقى يعني بيبقى من كله غير شكل فلوس طبعا، تطوعي، بيبقى بشكل كل تطوعي، حاجة تطوعي. مدربين متطوعين والمكان تطوعي، ناس بس بتيجي تستفيد وبتحضر محاضراتنا وبتمشي. التواجد بتاعنا دلوقتي احنا بدأنا في الأول بشكل يعني مبدئي كده في القاهرة، وبدأنا دلوقتي نتوسع، يعني بنروح الزقازيق، بنروح محافظات كتيرة جدا، يعني نحاول نتوسع كمان قدام شوية. طب احنا برضو عايزين نقول ان بجانب ان ده يعني ان انتوا لسه مبتدئين ان انتوا بتعملوا ده يعني من غير فلوس تمام. لكل الشباب المقبل بالظبط، على هو احنا عندنا الزواج. صفحه على الفيس ناس بتتواصل عن طريقها وبتعرف احنا موجودين في مكان فين، في الزقازيق ولا في علوان ولا في القاهره ولا في اكتوبر، يعني موجودين فين بالظبط، في اسكندريه، بتعرف المكان اللي احنا موجودين فيه وبيعرفوا المكان وبييجوا يحضروا المحاضره، ومبيبسهم في اي فلوس خالص، وكله بشكل تطوعي. طيب قولي دلوقتي بقى مع بدايه الاعلان لمدرسه اتجوز صح، عدد المتقدمين من الإناث والذكور مين فيهم كان أكتر؟ هو احنا بدأنا ب 50 شخص، هم دلوقتي الحمد لله عدينا يعني داخلين على 1000 شخص مستفيد، يعني نسبة الشباب نسبة الناس تقريبا نسبة 75% الناس، نسبتهم أكبر جدا، نسبة بس 25% من الرجالة اللي بيجوا يحضروا المحاضرات بتاعتنا. أنا عندي تفسير لدوت إن البنات هي فعلا بتبقى حاسة إن هي داخلة على مرحلة جديدة، حاسة إن هي عايزة تنمي مهاراتها، عايزة تبقى أحسن، فضولها إن هي داخلة على مرحلة حاسة إن هي عايزة تبقى تعمل بيت وتعمل بيت صح، تبقى عايزاه ينجح، عايزة تستفيد بالظبط، يعني الراجل برضو بيبقى عاوز دوت بس مش نفس الدافع اللي عند الأنثى، الراجل الشرعي عموما أنا ليه هروح آخد كورس عشان بس أتأهل، وأنا طب لو ما نجحتش ممكن أتجوز وأفتح بيت تاني، لكن هتجوز زي البنت ما بيبقى بتجوز مهم عندها بالظبط، إن الزواج البيت أكتر. والبيت يستمر أكتر ويكون ناجح كمان.
طيب في أخطاء كتير بيقع فيها الشباب قبل الخطوبة، سواء من البنات أو من الشباب الأولاد، يعني إيه هي أكتر الأخطاء اللي بيقعوا فيها؟ عندنا في مصر يعني في اماكن كتيره جدا الناس ما بتعرفش تختار، مش بتعرفش تختار، هي بتعرف تختار بس ما بتختارش الشخص المناسب ليها. يعني معظم الناس بيجي في فتره ما قبل الاختيار هو بيحاول مثلا يعتمد على الشكل، بس بالنسبه للشباب بيحاول يعتمد على شكل، فاحنا بنحاول ان احنا نوعيهم على حاجه زي كده، ان الملح شبه السكر، وفي الاخر الطعم هو اللي بيبقى اللي بتحس بيه، والطعم هو اللي بيدوم، اللي بيبقى الاختيار ما بقاش محدد دافعه اصلا للجواز. يعني بيروح عايز يتجوز، طب عايز تتجوز ليه؟ ما اعرفش، انا عايز اتجوز بقى عشان بابا اتجوز وقرايبي اتجوزوا وصحابي اتجوزوا والبنت انا قرايبي كلهم اتجوزوا فانا عايز اتجوز، لما ما فيش دافع محدد. طيب حتى ممكن يبقى عارف يعني يقول مثلا عايز اكمل نص دين، طب يعني ايه تكمل نص دينك؟ ما اعرفش، بس هم هو مش اصحابي عارف قالوا هو لي عايز يتجوز ليه اصلا. اتجوز عشان تكمل نص دينك، فانا لازم احدد دافع بتاعي، هل هو دافع ديني ولا دافع اجتماعي ولا دافع نفسي ولا دافع جنسي، لازم ابقى محدد دافع، وكمان الشخص اللي قدامي لازم يكون نفس الدافع عشان ما نختلفش مع بعض. يعني هو بيجي لك قبل ما يبتدي يدور على عروسه ويبقى بالظبط. مش عارف ليه، مش احنا عارف ليه هو عايز يتجوز، لا فانت هو جاي ياخد بتوصل له الكورس، ان انت لازم علشان تتجوز يبقى عندك دافع معين، تبقى عايز تتجوز عشان حاجه معينه، احنا عشان يعرف هو بعد كده بيبني ده على ايه يعني. كل محاضراتنا بتبقى سيموليشن ونماذج محاكاه، وبنخلي كل شخص يطلع اللي جواه، بنقول له لا ده صح ده غلط، تحاول تكمل في دوت، لا ده ما ينفعش، ما فيش حد بيتجوز على اساس دوت، بنحاول نصلح لهم بس افكار اللي جواه. يعني طيب قولي بقى بعد خبرتك طبعا في مشاكل الزواج، ازاي الانسان يقدر يجتاز مراحل الزواج بقى من اول اختيار شريك الحياة للخطوبة وبعدين الجواز، ازاي يقدر يتخطى ده كله بطريقة سليمة؟ هو ما فيش نمط معين نقدر نقول لحد امشي على النمط دوت، لان كل بيت بيختلف من الاخر، وكل طبيعه انسان بتختلف، وبتختلف كمان الزوجه اللي بيتزوجها ولو البنت، بيختلف طبيعه الراجل اهله. يعني هو ما فيش نمط معين، بس هو التاهيل ده حاجه مهمه جدا، ان اي حد قبل ما يروح يتجوز لازم يتاهل. زي ما كنت بقول لحضرتك كده، ما حدش بيعرف ما بيتولدش بيعرف يسوق عربيه، ما حدش اي حد بيروح عشان يفتح مشروع هو بيحاول يشوف شريك، وبيحاول يدور على شريك كويس جدا، وبيحاول يشوف المكان وازاي هيعمل دراسه جدوى للمشروع ولا لا، بيحاول يشوف اصلا هو مؤهل ان هو يفتح المشروع ده ولا لا. فالجواز محتاج تاهيل ثم تاهيل ثم تاهيل، محتاج فعلا ان انا لازم اشوف فيه كتب يعني كويسه جدا، تحفه العروس والرجال من المريخ ونساء من الزهره، في كتب قيمه جدا في المجال، لازم بجد قبل ما اقبل على المراحل دي عشان اعرف اتخطاها لازم لازم اذاكر. اكون لازم اذاكر. طيب قولي، كتير من المخطوبين بيتعاملوا مع الجواز مع الخطوبه كانها جواز بالظبط، يعني بيتعامل مع خطيبته كانها مراته خلاص، وده بيعمل مشاكل كتير جدا في فتره الخطوبه. ازاي بتعلم المخطوبين ان هم يتعاملوا مع بعض؟ مفيش برضو، اصل هو كل شخص بقى شايف مرحله الخطوبه دي حسب تفكيره هو. في مثل بيقول اللي ما عرفش بيعيش وهو مصاحب بيعيش عيشه المخطوبين، فهو متجوز وهو خاطب بيعيش عيشه المتجوزين، وهو متجوز يعيش عيشه المطلقين. يعني اللي انا قصدي ان كل مرحله بيبقى ليها القواعد والقوانين بتاعتها، ما ينفعش ان نسبق مرحله عن مرحله، كل مرحله ليها احتياجاتها وليها تعاملاتها، لازم تعاملتي مع وبتبقى اهل تطور مراتي للمرحله اللي قبلها. بالظبط، بنستعد للمرحله المقبله، انما يعني ما مش بنتعدى المرحله اللي بعدها، كل مرحله بيبقى ليها قواعد وقوانين لازم نمشي عليها، لازم نكون في الاطر اللي احنا بيحكمنا دين وبيحكمنا عادات وتقاليد، فكل مرحله وليها الستبس بتاعتها. طيب احنا عارفين كلنا ان اول سنه جواز بيبقى فيها مشاكل كتيره جدا جدا بين المتزوجين، ولازم عقل وحكمه علشان اول سنه دي تعدي، بما ان بيبقى فيها حالات طلاق كتير جدا، بس المفروض ان المتزوجين يبقوا عارفين ان اول سنه في اختلاف الطباع واختلاف بالظبط. البيئه بتاعت كل فرد عن الاخر. بتنصح بايه اول سنه جواز، وبتنصح يلجأوا لمين لو في خلاف بينهم؟ هل يلجأوا لحد من الاهل، لا حد غريب مبدئيا ما عنهم، يلجوش الاهل خالص. لاستشاري في العلاقات طيب الزوجيه، يلجأوا لمين؟ نجيب سؤال من اخره، هو الموضوع اللجوء دوت ما ينفعش نلجا الاهل والاصدقاء، لان حتى لو مشكله بسيطه هم بيبصوا لها، لا ما كانش ينفع تغلط فيك، هو بيبقى بطيب خاطر، مش قصدي يوقع البيت حتى، بس مثلا لو البنت راحت تحكي لمامتها، لا ازاي يزعق لك انت كده، هياخد على ان انت ضعيفه وهيبدا يهينك اكتر. فلا هو الموضوع الاهل دوت رغم انه ممكن يكون كلامه صح، بس بيبصوا له بناحيه الحب شويه، لان هم بيخافوا عليا، انما هو ممكن يرجع بالليل كيس قلب بس بخلص الموضوع، يعني الموضوع بيصالحها والموضوع بيخلص وبينتهي، بس الاهل بيبقوا شايلين الطغينه للشخص ذات نفسه. فالاهل هم والاصدقاء ما ينفعش نستشيرهم، نستشير حد يعني عاقل ويكون عنده خبره، ما ينفعش مثلا اروح لواحد متطلق 3 4 مرات اقول له انت خبره بقى في المجال فانصحني، لا طبعا ما ينفعش، لازم اكون حد مستشار، حد خبير في المجال، حد مثلا ناجح جدا في علاقته. الموضوع بقى النصايح للناس اللي في اول سنه جواز،
مفيش نصايح ثابته برضو، لان مفيش بيت، مفيش يعني الجواز بيختلف من شخص لاخر حسب المستوى الاجتماعي وحسب المستوى الثقافي. في مشاكل واحده يعني مثلا البنات فتره الخطوبه وقبل كده بيبقوا مثلا مخلصين جامعه ومشغلين، فمتعودين ان هم بيصحوا متاخر، هو عم متجوز عشان مراته تجهز له الفطار وتودي الاولاد المدرسه يعني، فطبعا هي مش بتبقى متعوده على دوت. الراجل طول فتره الشباب بتاعته هو بيتعود ان هو بيخرج وبيروح مع اصحابه وبيصير معاهم على القهوه، فبالتالي لما بيتجوز لازم يبقى عارف ان هيبقى في رجوع للبيت بدري. في ضوابط كتيره جدا في اول فتره جواز، مشاكل في الاراء يعني، حتى الاخوات اللي مع بقى لهم 20 سنه مع بعض بيتخانقوا، أكيد. ده طبيعي. الاصحاب اللي بقى لهم عمر مع بعض بيتخانقوا، فطبيعي جدا ان المشاكل تحصل. المشاكل بتيجي بس المهم من نتخانق الاحتكاك، ازاي، المهم نتخانق ازاي، طريقة الخناق حتى كمان لو والنقاش. اتخانقنا هنحل المشكله ازاي، هنتغاضاها ازاي، كل ده اللي احنا بقى بنديه في الكورس بتاعنا في مدرسه طيب، متوسعه. مفروض طريقة النقاش على أي مشكلة بين الاتنين المتجوزين تبقى ازاي؟ ما فيش طريقه ثابته للنقاش، بس هو النقاش يعني احنا حتى لما بنقول لهم تحصل مشكله لازم شويه قوانين كده بتحصل. ما ينفعش اول ما تحصل مشكله نلجا على طول للطلاق، لازم نستبعد ده خالص، لازم نعمل غرفه خاصه لينا بتاعتنا احنا بنحاول نحل فيها مشاكلنا، ما اجيبش بقى اصحابي وقرايبي، وما ينفعش اجيب الاطفال واحنا بنتخانق. لما اجي اتخانق ما انقدش الفعل، انقد ما انقدش الشخص، انقد الفعل، ما اقولهاش انت رغايه، اقول لها انت بتتكلمي كتير في التليفون، يعني محبس ان يعني انا مش محبذ ان ما انا فيش إهانة. انقد الشخص، لا انا انقد الفعل ذات نفسه. انا ما بحبش ان انت تكلمي اصحابك كتير، ما اقولهاش انت ليه بتتكلمي مع اصحابك كتير. ما ينفعش ادخل، ما ينفعش اذكر مواقف سابقه، ما ينفعش اقول له مثلا، اقول لها ما فاكره في خطوبتنا ما اعرفش كان حصل كذا، واجيب بقى ومامتك مشكله عملت قديمه، وباباكي فاحنا مش نقوم عارفة جايين عمل بقى ايه. ايه المشكلتين في قلب بعض. لازم عشان نقعد نتكلم لازم نبقى مقررين ان احنا ننهي المشكله، ففي قواعد عشان نحل المشكله لازم قواعد ثابته نتكلم عليها يعني. وزي ما قلنا ما يندخلش اي طرف من بالظبط، الاهل سواء الاهل من الجانب والاصدقاء، ده او من الجانب ده في المشكله الا بقى او اذا من يعني الاصدقاء. المشكله تطورت بقى في حكم، قالوا حكم من اهلها، ده في حاله النهايه يعني. طيب قولي ايه اكتر المشاكل اللي بتجيلك؟ يعني احنا طبعا بنشوف ناس بيبقوا بيحبوا بعض جدا وبيبقوا مخطوبين عن حب، هما اللي مختارين بعض، وبعد الجواز الحال بيتقلب وبنلاقي مشاكل كتير جدا يعني بينهم. في فترة الجواز الناس بتبقى شايفة ان الجواز ده حاجة كويسة جدا ومش هيحصل مشاكل وهنخلينا نحب بعض واللي بنعمله في فترة الخطوبة هيدوم، انما الواحد لما بيصطدم بأرض الواقع شوية بيلاقي فيه فعلا مشاكل كتيرة جدا وكبيرة جدا، فازاي بقى يضغط عنها؟ ده اللي احنا بنحاول نعرفه للناس. المشاكل مش ثابتة، بس هي يعني هي مجموعة من المشاكل بتحصل نتيجة خلاف الطباع، نتيجة ان انا ما كنتش معرف الشخص التاني دوافع ايه بالظبط للجواز، نتيجة ان انا ما عرفتش ادرس الشخصية اللي قدامي كويس، ما عرفتش هو منظوره ايه للجواز. في مثلا بعض المشاكل بتحصل يعني، مثلا ممكن هي البنت بتتجوز عشان بس تبقى ام، انما هو في دماغه ان هو مش هيخلف في اول 3 4 سنين عشان مسؤوليه كبيره عليه، وممكن العكس يعني، ممكن هي مش مؤهله ان تقول انا ليه اجيب بيبي وما اعرفش اربيه كويس واهتم بيه كويس، انا عايز استنى شويه. فلازم الدوافع بتاعه الجواز يكون كل شخص تكون واحده، يعني موضح الدوافع بتاعه الجواز ما عشان ما ينفعش حد تحصلش يخدع مشاكل بعد تاني، ما كده. ينفعش حد يقول بالظبط، ان انا متوافق معاك في نفس افكارك وارائك وبعد الجواز ويطلع حاجه تانيه نلاقي خالص. حاجه تانيه. عموما مشاكل الجواز ما بتنتهيش، وكان عندي مشاكل كتير جدا بالظبط، كنت عايزه اتكلم معاك فيها، بس وقتنا خلص. ان شاء الله ان شاء الله مره تانية ونكمل باقي ماشي جدا، المشاكل. ان اوكي، شاء الله استاذ احمد وجيه مؤسس اتجوز صح، بشكرك على وجودك معانا النهارده. ميرسي يا شكرا مكرم. مشاهدينا، خلصت فقرتنا وخلص كمان يومنا كله، وبكره ان شاء الله يوم جديد وفريق عمل جديد. النهارده دايما سعيد.